علمنا عن علم عن فهد. اسلم يا راعي العنب. يلا يلا. ولا نبقى على الاهتمام في القصيم وفي غيره الجزيره اليوم او المملكه العربيه السعوديه لو جيت للشمال اشجار الزيتون فاقت الاعداد ما شاء الله اعداد مو بسيطه. اي والله بعقب ما كنا مستوردين الان لدينا تصدير عندنا كميات ومن انظف الزيوت. يا سلام. عندك التمور يعني ارتفعت اعداد ما هي طلعت رجال. وين من كان كم كان ترتيب المملكه قبل 40 سنه وكم ترتيبها اليوم الله او فرق كم ترتيب فرق. المملكه قبل 50 سنه وكم ترتيبها اليوم فرق يا اخواني فرق. الانتاج الاخر من انا بقول يعني عندنا منتجات نضاهي بها الدول العالميه. اي نعم. القمح وكم وصلنا فيه. يا سلام. يعني عندنا الدواجن المنتجات الاخرى يعني عندنا كم من الانتاج. والسبب في هذا اللي هو الاهتمام اهتمام الدوله واهتمام المواطن. ما شاء الله. اي نعم. في ناس ابدعوا. اي والله. لذلك الابداع هذا اللي حصل في القصيم وحصل في جازان وحصل في الجوف وحصل في العلا وفي غيرها ما جاء ترى بجهد شخصي ولا صدفة. لا ما جاء بتعاون وتكاتف والوزارة والزراعة والجهات الأخرى والدعم. حتى انشأت بنوك لهذا الشيء. ما شاء الله. لذلك كان عندنا له مردود. أما إنها عندنا دول أخرى نعرفها ما طلعت شيء. صحيح. ما طلعت شيء وفي عندها أيدي أكثر منا وعندها أراضي أحسن منا. أقول بلادنا فيه خير بس يبي ريال ورجال. وترى الريال وش قصدي رجال هذا اليد عاملة لازم تعمل سلام. تفكير سلام. ما يجي مثلا زراعها غلط مثلا ترى كل زراعة لها وقت مثلا وتبي ريال ينتجون ومشاريع ومياه ورزاق وخير والدولة جزاهم الله خير وماذا يحظونهم ويصرفون لهم لكن لا حصل جهد من الجميع يبشرون بالخير بلادنا كلها خير والحمد لله. هذه أيوة. رسالة جميلة يا أبو محمد تصلح لك ذي الرسالة جاتني يقول السلام عليكم وعليكم السلام أحبك القواطي أنت أنا ولا أنت اللي اسمع أبو محمد اسمع اترك الجوال يا أخي قاعد أتكلم معك أنا أخي عطنا وجه يا أخي لا حول ولا قوة الله يصبرك أسمعك أنا يا أبو راشد.